جانب آخر، كندا مدرب الاتحاد تحدث لبرنامج الملعب لعمار بحكيم تحديدا عن أنه يحمل الكثير من الآمال والطموحات في تحقيق بطولات هذا الموسم. يقول أنه لن ينافس فقط على دوري أبطال آسيا. نتابع ماذا يقول. اليوم الكرة أصبحت عالمية، فالمدرب هو جاهز، أي مدرب يعني هو جاهز أو مؤهل لأن يعمل في أي دوري من دوريات العالم. اللي شجعوا بقبول عرض نادي الاتحاد إنه نادي الاتحاد فريق كبير، اسم كبير معروف حتى في إسبانيا. نادي الاتحاد وهو طبعا من أفضل الفرق التي مثلت الكرة العربية، وعمل لك أكثر من إن الشيء الهام أكثر من إنك تسمع إنك تفهم الرسالة، يعني أكثر من السماع أن تفهم الرسالة. الكلام صار كتير، يعني النقاط الأساسية اللي تم الكلام عنها هو يعني عدم التوفق أو في الإدارة، يعني ما كان في تنظيم جيد مثلا، واحد من أسباب التأخر في استلام الحقوق، التأخر لفترات طويلة في استلام الحقوق أيضا هذا كان واحد من الأسباب، إضافة لأمور أخرى. مثل ما تفضلت أخي عمار، يعني عند وصوله كان الدوري في إعداد المنتهي تقريبا، يعني وكانت البطولة الوحيدة اللي يستطيع أنه ينافس ليوصل لمراحل متقدمة فيها هي بطولة آسيا في الموسم الماضي. لكن هذا الموسم لا، الهدف تبعه في هذا الموسم أكيد آسيا، الهدف هدف الجميع، ولكن الهدف العام صح التعبير آسيا تبقى هدف خاص هذا الموسم، ولكن الهدف العام أن يعود الاتحاد لأن ينافس في أي بطولة يخوضها، أن يعود الاتحاد ولاعبين الاتحاد انه يشعروا بشغف وحماس في كل يوم حتى في التمرين، يعني في كل مباراه يخوضوها. هذا الهدف الاساسي او الهدف العام للسيد رؤول كانينا مع الاتحاد. كندا مدرب الاتحاد الذي ينتظر الأيام القادمة لمواجهة الأهلي هذا مؤكد، يتحدث عن أنه حينما جاء في المرة الأولى لم يكن أمامه إلا أن يركز على دوري أبطال آسيا. هذه المرة أمامه ليس فقط اختبار دوري أبطال آسيا، إنما أمامه بطولات أخرى. الرجل يبدو واثقا من قدراته ومن فريقه. هو كمدرب يبدو يعيش استقرار كبير مع 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 الاتحاد. الرجل يا ابو خالد، خلينا نقول انه عرف امكانيات فريقه. انا تابعت فريق الاتحاد من البدايه. الكل خلينا نقول على المستوى الفني، الكل كان يتحدث عن ضعف في منطقه الدفاع الاتحاديه. هو من بدا بوضع ثلاث محاور الفريق الاتحادي باللعب بمهاجم واحد في بطريقه انه ما يخسر الفريق بكل سهوله. اوكي، الجماليات للفريق ابتعدت، ولكن الفريق قاعد يمشي بنتائج وبخطوات، يعني خلينا نقول متوازنه بالامكانيات الموجوده عنده، خلينا نقول باعمار اللاعبين الموجودين عنده، باللياقه الموجودين عنده، استطاع ان يطور فريق الاتحادي. هذا واحد. الشيء الاجمل اللي انا قاعد يعني أو اتابعه في فريق الاتحادي، انه الفريق الاتحادي بوجود لاعبين الخبرات، وانا اركز على مثلا محمد نور، كريري، المنتشري، تجد الاتحاد في دوامة، ولكن الفريق اللي هو 11 لاعب او الفريق الفني تجد في المنطقة الهادئة داخل العاصفة، نقطة صحيح. الهدوء تلاقي انت تتوقع ان الفريق هذا انهار بالحوادث اللي قاعدة تصير عليه في مجلس الإدارة، في الجمعية العمومية، في اعضاء شرف، ولكن الفريق والجهاز الفني تجده محافظ على نفسه، متماسك داخل الفريق. طبعا نادي الاتحاد، لما اتكلم عن نادي الاتحاد بالعمود الفقري الموجود فيه اللي مؤسس الفريق من حوالي 10 مواسم، بالتأكيد عوده قوي خصوصا في البطولات والمشاركات الخارجية. الفرق الكبيرة ممكن تعود في أي لحظة، ولكن في البعض من خلينا نقول من الانفعاليين اللي نظرتهم قاصرة، ممكن انهم اللي يبحثون عن أي جنازة يولولون عليها، يعتقدون أي خسارة للفريق ممكن نهاية الفرق هذه، ولكن دائما خلينا نقول الواقع يقولنا او التجارب او التاريخ ان الفرق الكبيره اللي وراها دعم جماهيري وقاعده جماهيريه واعضاء شرف يعني تمرض، ولكن ابدا لا تموت ولا يخاف عليها ابدا. علي، الاتحاد بقياده كانيدا يعيش استقرار فني، هذا مؤكد. ايضا استعاد كثيرا من توهجه، من حضوره
تحديدا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، صحيح؟ لا شك الاتحاد فريق كبير ويعتبر ضلع أساسي في منظومة القوة في الكرة السعودية. إن تحدثت عن المدرب الأسباني كانيدا ووضعته في ميزان تقييم مع بقية المدربين الموجودين في الملاعب السعودية، أجزم أنه الفاهم والخبير بمعطيات كرة القدم سيراهن على أنه هذا المدرب من ضمن أبرز المدربين المتواجدين حاليا. رجل استطاع أن يغير جلد الفريق الاتحادي فنيا، رجل استطاع أن يتعامل مع الفريق الاتحادي بنوع من الجرأة والشجاعة والتي انعكست بظلالها على توليفة الفريق. يمكن فهد المولد الآن هذا الموهبة الشابة بدأ يتجلى مع كانيدا، يعني في مباريات أحيانا تشعر أن هذا المدرب لديه قدرة وجرأة فاعلة في عملية التغييرات. أحيانا تتفاجأ يعني كيف يقدم مدرب على هذه التغييرات، وهذه الذي يتحدث عنها البعض على أنها مغامرة، تثبت المعادلة أنه هذا المدرب استطاع أن يسلك المسلك الصحيح صحيح. من حيث القراءات سواء للخصم المقابل أو من خلال رؤيته للفريق الاتحادي. الحديث اللي تحدث فيه كانيدا يا رجا مهم جدا، يمكن هو تحدث على جانبين مهمين. الجانب الأول يتعلق بالهدف الاستراتيجي للفريق الاتحادي، وتحدث على أنه الهدف الأول والأسمى لكانيدا مع الاتحاد يستهدف استعادة وهج الاتحاد البطولي كما كان عليه في سنوات مضت، وأشار إلى أن البطولة الآسيوية هي يعني هدف خاص. يعني وجد كانيدا نفسه مع الاتحاد هذا الموسم أمام خيار البطولة الآسيوية، وبالتالي أنا أعتقد أن تصريحه في قمة العقلانية. حينما أيضا تحدث باللغة الاحترافية كمدرب أو كمدير فني، وتحدث عن جانب معين بالجانب الإداري، حينما قال هناك يعني بعض الأمور أحيانا تعيق العمل مرتبطة بتأخير في استلام الحقوق من قبل الإدارة. هذه المشكلة أو هذه الإشكالية وللأسف الشديد تعاني منها أغلبية الأندية السعودية، لأن العمل التكاملي في الأندية خصوصا الأندية المحترفة يجب أن تستند على إتاحة المناخات الصحية للاعب فنيا لياقيا ماليا حتى يعطي اللاعب. لكن حينما أنت تحجب هذه الحقوق على لاعب كرة القدم المحترف ربما تنعكس بأثار سلبية على الفريق وعلى النتاج العام. صحيح. أنا أعتقد أنه مدرب كانيدا لديه الشيء الكثير لتقديمه لنادي الاتحاد. نعم. ولا نختلف، يمكن نتفق ولا نختلف قطعيا على أنه فريق الاتحاد فريق كبير. صحيح. رغم أتفق مع الزميل عبد العزيز أنه دائما الاتحاد يجد نفسه فريق محصن ضد التيارات، ضد العواصف، ضد المشاكل التي تحدث داخل أروقة الاتحاد. أحيانا في صراعات تحدث بين قائد الشرف في الإدارة مع لجنة بكل تأكيد. فالاتحاد طيب. فريق كبير والقائمين عليه قادرين على أن يسيرون في الاتجاه الصحيح. طيب عبر الحديث